تحس الناس هيقولوا ارحمينا بقى من الفانوس. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. عايزه بس اقول لكم على حاجه سريعه جدا قبل ما نروح لاخبار النادي الاهلي. طبعا زي ما احنا متعودين كنت بسال كريم، لان على فكره السؤال ده طرح شفت طرح كتير جدا على السوشيال ميديا والله العظيم، كنت دايما بقراها. هو يعني ايه كوجوك؟ وكان ناس بتسال هو انت مصري حاجات كده. فانا بعرفت اولا الاسم تركي معناه جونيور او حاجه مش مهم، الصغير الصغير، وهو اصلا اسم تركي بينطق كوتشوك صح. عمري في حياتي ما فكرت انت تطلع تقول كده، ما انت ما تطلعش تقولها اصلا. حتى لو وريتك السبيلنج بتاعه بالانجلش صعب جدا. هو اسم زي ما انت بتقولي تركي. انا نفسي طبعا انا مصري اسكندراني، لكن ابو جدي هو اللي كان تركي صرف. ويعني يقال ان هو يعني اول من ادخل الطب الشرعي لمصر. وطبعا الاسم بيكتب بالعربي كاف جيم، عارفه الجيم المتعطشه. أيوة واو كاف، فاسم صعب الحقيقه. بس انت مفيش اي ملامح تركي؟ لا ما تلاقيش. بقيه الاخوات بقى خلي بالك من حاجه، انت لو شفت بقيه العيله عندي، انا عارفه اخواتك ملونين صح، ما خصناش ببقى عينين بقى زرقاء وخضراء وحاجات عجيبه جدا، تحسين انا ايه مش لا انتمي لهذا الكيان. هو اصلا مراتك ما شاء الله شيرين، يعني كل سنه طيبه يا شيرين بجد، انا الناس بحبها جدا. ربنا يخليك.